يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، مرحبا بكم على قناتكم مطبخ نيلة أو سوري سور لوغاتو. كما شفتوا في العنوان، اليوم جيتكم وجبت لكم معايا بريوش سهلة مهلة، تتحضر في دقائق بمكونات جد بسيطة متواجدة في كل بيت. وصفة من أسهل ما يكون ومن أروع ما يكون، نتمنى أنها تعجبكم وتنال رضاكم. الله على بركة الله، نبداو هنايا المقادير راح نقولهم لكم وفيغ يوم زيغ. وانا نخدم عندي نص كاس حليب راح نضيف دافي، راح نضيف عليه ملعقة قهوة من خميرة الفورية وملعقة قهوة من السكر، ونحطه دو كوتي، نغطيه ونخليه يتفاعل. ثم هنايا حبيبات القلب، عندي حبة بيض زايد 3 مغارف اكل تاع الشا سكر، زايد وحده سكر فانيلا، وكذلك عندي 5 مغارف كبار تاع الشا زيت. نخلط جميع المكونات مع بعض، كذلك عندي رشه ملح بطبيعه الحال، ونخدمهم مليح مليح. بسم الله. هنا يا حبيبة القلب الحليب والخميرة تفاعلوا لي، نضيفهم بسم الله كما هكا. هنا بنات، بالنسبة للتنكيه كما شفتوا حطيت شوية فانيلا، هنا راح نحط شوية بسباس أو حبة حلاوة كما هكا، شوية فقط. بنينة بنينة بنينة. ثم بنات عندي كاس ونصف من الفارينة أو الدقيق حسب التقريب، 8 مغارف كبار معمرين بيان بومبي. نبدأ نضيف الفارينة بتاعي بسم الله. كما عودتكم ديما حاولوا تنخلوا الفارينة، على قد ما تنخلوها يكون مليح، وتدخلوا الهواء للبغياش ولا الجنواز اللي باش تعملوها. بسم الله بسم الله كما هكا. يلزمنا نتحصلوا على خليط اثقل شويه من خليط الكيك. حبيب قلبي هنا كيما راح تشوفوا، راح نضيف ملعقه قهوه من خميره الكيميائيه او خميره الحلوى. كيما تشوفوا كي نخلنا الفرينه تكتلات كيفاه. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه بنات. اذا كان جاكم القوام رزين على هكا، تقدروا تضيفوا له شويه حليب وتخفوه كما هكا. حبيبات القلب هنايا كيما تشوفوا في المقله نتاعي، دهنتها بشويه زبده، رشيت على شويه كاوكاو محمص، وراح نحط الخليط تاع البغياش تاعي توت سويت، ما نخليهاش تخمر توت سويت، نحطها في المقله. بسم الله. اذا كان ما عندكمش كاوكاو تقدروا ديروا نوع كوكو، بوكو با اللي عندكم اللي متواجد في الدار، شويه جنجلان، شويه نوع كوكو، شويه لوز اللي متواجد. بنات ديما نقول لكم ما تقلقوش رواحكم، حاولوا تخدموا باللي عندكم وباللي موجود. حبيبات قلبي هنا دهنت ظهر الملعقه نتاعي بشويه زيت، ونحاول نمددها او سطحها بهذا الشكل. ونغطيها ونخليها تختمر لمدة 45 دقيقة. بنات نرجع لها بعد 45 دقيقة ونطيبوها. بيت قلبي بعد مرور 45 دقيقة كما تشوفوا ما شاء الله ضعف الحجم نتاعها. هنا راح نشعل لها الغاز على قوة متوسطة، سرعة متوسطة تاع الغاز، وخليها لمدة 5 دقائق، ومن بعد نغسلها شوية في الغاز، نحطو اون فودو. بطبيعة الحال بنات نغطيها
ونخليها تيب كما قلت لكم على نار متوسطه لمده 5 دقائق، ومن بعد انها نخفض لها في درجه الحراره. حبيب قلبي بعد مرور 10 دقائق نقل الجوانب نتاعها حمارو والفوقاني نتاعها كامل نشف، يعني بدات تطيب. هنا اخذت صحن دهنته بشويه زيت ونحاول نقلب البغيوش فيه ونعاود نرجعها للجهه الثانيه تتحمر. حبيب قلبي ديك طابت وطفيت عليها الغاز، دهنت الوجه نتاعها بشويه كونفيتور تاع مشماش ورشيت عليه شويه كاوكاو. كيما تشوفوا جات حمراء وتشهي وبنينه وتذوب في الفم. نتمنى انها نالت رضاكم واعجابكم. ما تنساوش تدعموني باللايك وبالبارتاج اذا كنتم اول مره تزوروا القناه.